السلام عليكم، أنا أميرة من الجزائر، عمري 37 سنة. بديت نطبق نظام الدكتور ضياء العوضي منذ 5 شهور. كنت أعاني من السمنة، مش المفرطة ولكن سمنة، أعاني من الصدفية فوق العين بشكل مفزع ومحزن. كنت أعاني أيضا من القولون العصبي بصفة مستمرة ومزعجة. بعد اتباع النظام تقريبا لمدة 15 يوما، آثار الصدفية بدأت تخف قليلا، القولون العصبي أكيد خف تماما. بالرغم من عدم وجود التوست، كنت بعتمد في أكلي فقط على الرز، الشوربة، البطاطس، المسموحات طبعا. ولكن بعد مرور 3 شهور بالتمام، آثار الصدفية اختفت تماما 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 فوق العين، وخسيت، يعني خسرت وزن كبير جدا من وزني، واختلاف كبير جدا في المقاسات، وما زلت مكملة بإذن الله. أنا حبيت ننصح الناس اللي راهم يتبعوا في الصفحة تاعنا، في الصفحة عفوا تاع الدكتور ضياء العواضي. مش لازم أنه الإنسان يكون عنده مرض باش يتابع هذا النظام. هذا نظام استشفائي راح يمد في حياتك، وتعيش بصحة جيدة، وتعيش من غير آلام، وتعيش من غير حرمان. أنا شخصيا كنت محرومة من الشوكولاتة، كنت محرومة من النيوتيلا، كنت محرومة من الشيبس، على أساس أنها تقريبا السكريات كامل محرومة منها، على أساس أنها تسمن. ولكن الآن أكلها بكل أريحية وبالكمية اللي نحبها والوقت اللي نحبه. نشكر الدكتور ضياء العوضي على هذا النظام الرائع، وياريت يكون في العمر مزيد نلتقي به شخصيا، ونشكره على هذا النظام وعلى أنه فتحنا عينينا على بزاف أمور. أنا شخصيا كنت نشوفهم وكنت ما نعرفش، كنت نتبع كما تبعوا الأولين. إن شاء الله هذا النظام يطبق على جميع العالم، وإن شاء الله الدكتور ضياء العوضي ربي يبارك له في صحته ويبارك له في علمه وينفع به جميع الناس. وقد ما نشكره قليل 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 عليه بزاف. إن شاء الله المسؤولين على الصفحة يوصلوا له سلامي ويوصلوا له شكري، لأني قد ما نشكره قليل، لأنه أنقذنا وأنقذنا من الأمراض اللي كانوا رايحين يسيبونا، الأمراض اللي يسيبونا في العمر تاع 40 والـ50، الضغط والسكري. إن شاء الله تكون وصلت رسالتي، وشكرا لكم.